جزيلا لك محمد سعدون الكواري، والشكر موصول أيضا لكل الضيوف المحترمين الأعزاء. سوتير في وسط الدفاع، موي، ماجري، إيرفاين على جاليس، راح حاول يمر كيليان في المراوغة، امبابي والتوزيع مرة مدافعا خطيرة، الكرة هذه والدفاع يخرجها عثمان، أرد المراوغة هاي صعبة عرضية خطيرة خطيرة، ما با 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 يفعلها المنتخب الأسترالي ويفتح مجال التسجيل في الدقيقة الثامنة، 1-0 لأستراليا. تيتيو ضيع تيتيو التسديدة، با 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 صد ديمبلي، ديمبلي ممتاز يلعب عليه تشواميني، تيو هرنانديز استلم، تيو يرفع الكرة خطيرة، مع الكرة دخل تيو، غريزمان باليمنى خطيرة، انت يا جيرو لا تستهزر، مبابي، رابيو 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 رابيو، غريزمان، جول، جاء الهدف الثاني في نهاية المطاف، سجل أوليفيي جيرو هذا الذي لم يسجل، غريزمان، مبابي مبابي أرضي يا جيرو، كابين مبابي يدخل على الجهة اليسرى، مبابي وعثمان، ديمبلي دخل، ديمبلي ديمبلي أرضية من ديمبلي والدفاع، وغريزمان، هل أخطأ ديمبلي؟ استلمها ودخل بصدر رقبها ومررها، لأنه المباراة هذه صراحة مازال عثمان، ديمبلي عرضي، اوه رائع كرة عثمان، تيو تيو با 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 رائع، شفتوا ماذا يفعل تيو هرنانديز، وصلت لتيو هرنانديز ممتازة لمبابي، مبابي مبابي، ديمبلي ثالث اهداف الفرنسيين في هذه المباراة عندما زادوا في الرتم.